وراء كل حلوى لذيذة مكون سري لكل المناسبات. تتميز وصفات الحلوى من نسلي بسهولة تحضيرها، فتعطيك نتائج مضمونة ومذاقاً لذيذاً لتتشاركي ألذ اللحظات مع عائلتك. اليوم عنا مناسبة مهمة كتير. أخو جوزي راجع من السفر بعد غياب 10 سنين، العيلة كلها متجمعة والولاد كتير مشتاقين له، فأنا فكرت أني أعمل شغلة من حلوياتنا العربية اللي بيكون من زمان ما أكل منها. أنا اليوم رح أعمل مفروكة بس بسعرات حرارية أقل. أنا هلأ رح بلش بتحضير عجينة المفروكة. أول شي بدي ذوب السمنة، هلأ أول ما بتذوب بزيد عليها السميد وبتركهم على نار خفيفة. بضل عم حرك المزيج على نار خفيفة لحتى يصير لونه ذهبي. رح زيد عليها حليب نسلي المكثف المحلى خالي الدسم، هو رح يخلي كل العجينة متماسكة ومتجانسة مع بعض. بخلطهم وبزيد عليهم كاسة المي والسكر، آخر شيء الموارد ليعطي طعمة طيبة كتير. طبعاً دايماً فينا نتحكم بكمية المقادير على حسب عدد الضيوف الجايين لعنا، وأنا هلأ خلصت العجينة المفروكة، رح ننتقل للقشطة ورح أورجيكم قدي سهل نعملها. هلأ للقشطة رح بلش بثلاث كاسات مي، رح أضيف عليهم علبة حليب نسلي المكثف المحلى خالي الدسم، وهلأ بزيد النشا، 3/4 كاسة نشا للقشطة. أهم شيء أني أخلط النشا مع المي هي ولسه باردة حتى ما يعمل كتل وكله يصير خليط متجانس وناعم مع بعضه. أول ما تنخلط المي مع النشا وحليب نسلي رح زيد عليهم المزهر وبستمر بالتحريك، بتركهم على درجة حرارة متوسطة. ننتبه أنه نضل عم نحرك المزيج حتى تتوزع الحرارة بشكل متساوي ويستوي كله مع بعض. هلأ بتشوفوا كيف صارت سمكت وكلها متجانسة وناعمة مع بعض، طعمتها كتير طيبة. رح أتركها تبرد ورح أورجيكم كيف رح أقدمها وزينها بطريقة كتير حلوة. أنا هلأ بردت عندي عجينة المفروكة وبردت القشطة، رح أورجيكم كيف رح أقدمها لأنه صاروا ناطريني. بلش بالعجينة المفروكة، بحطها بالصحن التقديم. بدي حطها بعدين بفردها كلها لتعمل طبقة كلها متساوية بنفس الارتفاع. المفروكة مو ضروري يكون شكلها بالضبط مزبوط، هي حلوة تكون عشوائية. هلأ بدي حط عليها القشطة بالنص، أنا بحب أترك طرف من المفروكة هيك بتبين ألوانها أحلى. هلأ بفردها، بعد ما حطيت القشطة هلأ رح زينها بالمكسرات، رح تعطيها لون وقرشة وشكل كتير حلو. بحطهم على وش القشطة، حفلتنا رح تبتدي وضيوفي صاروا واصلين لهالوصفة. وصفات كتير سهلة وطيبة بتشوفونا على صفحة فيسبوك نسلي ديزرت أريبيا. حملي تطبيق نسلي ديزرتس أريبيا للحصول على أروع الوصفات اللذيذة من نسلي.